يحظى الشباب البحريني باهتمام وعناية فائقة من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم باعتبارهم الثروة الحقيقية للوطن ورهان المستقبل نعم الحركة الشبابية البحرينية حققت طفرة كبيرة في مختلف أركانها بفضل التوجيهات الملكية السامية التي تركز على توفير البيئة المناسبة لتنمية الشباب وتمكينهم في المجالات كافة وتحقيق الأجندة العالمية لأهداف التنمية المستدامة تعزيزا للتجربة الشبابية الوطنية هم رهان المستقبل وهم من يحظون بعنايه واهتمام وحرص لا محدود من لدن حضرة صاحب الجلاله ملك البلاد المعظم حيث لا تخلو خطابات جلالته الساميه من التركيز على فئه الشباب وتسليط الضوء على دورهم الفعال في بناء المجتمعات لما يشكلونه من ثروه حقيقيه للوطن. ومن منطلق إيماننا بأن أبناءنا وبناتنا من الشباب البحريني المنجز والطموح مصدر ثرائنا ورهاننا المضمون للمستقبل الواعد، فقد جعلنا مسألة تمكين الشباب أولوية وطنية لتحفيز مشاركتهم الفعالة.. هذا الاهتمام الكبير الذي يوليه ملهم ووالد الشباب عاهل البلاد المعظم نابع من ايمان جلالته العميق بقدرات الشباب وطاقاتهم على احداث التغيير الايجابي والمضي قدما نحو ازدهار البحرين انطلاقا من رؤيته الشموليه والمستقبليه لتمكين الشباب ومشاركتهم في تحقيق اهداف التنميه المستدامه الامر الذي ساهم في تعزيز انجازات الشباب وتفعيل دورهم في عمليه التنميه وهذا ما حرصت عليه مبادرات جلاله الملك المعظم لرعايه الشباب وتمكينهم من زرع روح العمل والاصرار والطموح لديهم فتاتي جائزه الملك حمد لتمكين الشباب رافدا هاما في استثمار ودعم طاقات واحلام وابتكارات الشباب ليكونوا قادرين على وضع بصمتهم الخاصة في العالم. الشباب البحريني اثبت اليوم وعلى مختلف الأصعدة كفاءته وقدرته على تحمل المسؤولية الوطنية والإسهام في تعزيز النهضة التنموية التي تشهدها المملكة من خلال إسهاماتهم الوطنية بمختلف القطاعات وفي جميع المحافل، فباتت المملكة اليوم تظفر بنهضه شبابيه بحرينيه قادره على التواصل مع العالم بلغه العصر وروح التجديد